هنكمل يوم بالسيجنال كونديشنينج بروسيسنج. راح احكي عن سامبل اند هول سيركت. سامبل اند هول سيركت مهمه في كل الديجيتال كنترول والديسكريت سيستمز وكل التطبيقات اللي بدها ديجيتال، مثلا ديجيتال كنترول سيستمز، مرات بنسميها ديسكريت. في حاجه نعمل سامبلينج للسيجنال، بنعمل سامبلينج ات انترفلز كابيتال تي. ففي كثير بعض كثير من السيستمز لما بنتقل من الانالوج للديجيتال او من الانالوج للديسكريت بدي اخذ سامبلز، بدي اخذ عينات من سيجنال على اوقات محدده. فلو عندي انا سيجنال هون، هاي السيجنال كانت اصلا انالوج، هاي الزمن هون، هاي السيجنال في اوف تي مثلا، بدي اخذ عينات من هاي السيجنال ات تايمز تي، فبدي اعملها ديسكريتايزيشن ان تايم. في ديسكريتايزيشن بالليفلز، انا في هون راح احكي عن ديسكريتايزيشن ان تايم. ديسكريتايزيشن بحولها من انالوج لديسكريت، حتى احولها لانالوج ديسكريت عمالي بعمل على سامبلز تي هذول الزمن بينهم تي الى اخره. فعمالي بقرا قيمه الفاليو تبع هاي السيجنال ات تايمز تي. فعندي عند النقطه هاي قررت انه السيجنال هاي راح اخذها وراح اضلها ثابته على هاي القيمه لحد ما اخذ السامبل اللي بعدها، راح اضلها ثابته لحد ما اخذ السامبل اللي بعدها، بعدين راح اضلها ثابته فالسيجنال يتحول شكلها لهذا الشكل. هنا عملنا هون ديسكريتايزيشن لاني اخذت منها سامبلز ات تايمز تي. فنعمله الان هون هذا السويتش. طبعا هذا السويتش انا راسمه هون كميكانيكال سويتش، بس هو مش شرط يكون ميكانيكال سويتش، هو فعليا ما راح يكون ميكانيكال سويتش، راح يكون الكترونيك سويتش. الالكترونيك سويتش راح ياخذ سامبل من السيجنال هاي ات تايم تي، يسكر ويفتح. اللحظه اللي بسكر فيها وبفتح احنا هون في عندي هون كاباستر، والكاباستر بيعمل هولدنج بالضبط. فاحنا لما بنسكر من هون، اللحظه اللي بسكر فيها تنتسخ نسخه من هذا الفولتج على هذا الكاباستر. راح افترض اني سكرت لفتره كافيه بحيث انه الفولتج اللي موجود هون هو نفسه كمان صار موجود على الكاباستر، يعني صار في شحنه كافيه في الكاباستر، انف تشارج في الكاباستر، بحيث انه الفولتج هون يصير في هذيك اللحظه قيمه الفولتج اللي موجود هون. فانا كاني نسخت عند هذيك اللحظه، هاي صغيره جدا الفتره اللي سكر فيها السويتش وفتح صغيره جدا مقارنه بفتره تي كابيتال تي. هاي هون كابيتال تي اللي هي التي بنسميه سامبلينج تايم. اذا تي هو سامبلينج تايم. لما نروح على ديجيتال كوميونيكيشن سيستمز او ديجيتال كنترول سيستمز كله راح ينعمل سامبلينج للسيجنالز، راح احولها لانه العالم عندي بصير بختفي او بغيب عنه لمده فتره زمنيه مقدارها كابيتال تي. باخذ عينه من هاي السيجنال وطبعا بدي اختار كابيتال تي بعنايه بحيث انها تكون مناسبه للسيجنال، ما بدها تكون كبيره كثير ولا كان صغيره كثير. اذا صارت صغيره كثير صار في عندي شغل كثير بعمله على الفاضي، عمالي بعمل سامبلز كثير وانا ما بحتاجها. واخذته بالسيجنالز الكرايتيريا شو هي، ايش اسمها اللي على اساسها بعمل سامبلينج للسيجنال، في لها اسم نايكويست. نايكويست سامبلينج كرايتيريا. نايكويست سامبلينج كرايتيريا بتحدد لي قديش الزمن راح يكون كل قديش لازم اروح اعمل سامبلينج للسيجنال، وبتربط ما بين السامبلينج تايم او السامبلينج فريكونسي والفريكونسي تبعت السيجنال الاصلي. تكون 2 اف ماكسيمم. تمام، لازم تكون على الاقل على الاقل اعمل توايس الماكسيمم فريكونسي الموجوده بالسيجنال الاصليه، لازم اعمل سامبلينج حتى اخذ سامبلز منها. احنا اللي بهمنا هون ما راح ندخل بالتفاصيل هذه، بس انا بس بذكر لكم من هون انه هاي بتهمنا في حاله الديجيتال كنترول سيستمز او الديجيتال كوميونيكيشن سيستمز او اي ديجيتال سيستم. عمالي بقول بدي احول العالم لديسكريت، بعمله ديسكريتايزيشن ان تايم. في بعدين راح يصير في عندي ديسكريتايزيشن ان ليفل، راح احوله لعدد من الليفلز حسب عدد البتس الموجوده بالسيستم. ففي ديسكريتايزيشن ان تايم وفي ديسكريتايزيشن ان ليفل. احنا هون اللي عم نحكي عنه بهذا السياق هو ديسكريتايزيشن ان تايم ات سامبل انترفلز مقدارها كابيتال تي.
إذا ببساطة عندي من هون راح أحط الكاباستر. طبعاً بدي أفترض إنه هذا الكاباستر بيقدر يحمل التشارج على الأقل لفترة تي، ما يكونش فيه ليكج. إذا الكاباستر must be the capacitor must be low must have low leakage. والانواع اللي إلها لو ليكج، الكاباسترز انواع طبعا، احنا في السيركت هاي مرسومهم كلهم كنفس الشيء زي كاباستر واحد، بس هم في انواع كثير. ماشي، الانواع الكاباسترز مثلا مرت عليكم سيراميك بولي استر بولي ستارين بولي بروبيلين الكتروليتيك. هذا عاده بيكون من النوع من الانواع اللي إلها لو ليكج. مثلا اكزامبلز عليها بولي بروبيلين، وظن النوع الثاني اسمه بوليستايرين. ما يكونش الكتروليتيك لانه له ليكج عالي. شو بيصير لو صار له ليكج عالي؟ معناها خلال فترة التي هذه راح يتغير القيمة، راح ينزل الشحنة تبعته، راح يصير في ليكج داخلي في داخله. الليكج هذا بنمثله على شكل ريزيستر امبارلل انترنال ريزيستر امبارلل مع الكاباستر اللي موجود. إذا هذا بس اللي بيصير عندنا من هون، بيصير نعمل سامبلينج على هاي الفترات وراح حافظ على السيجنال خلال الفترة المطلوبة. هاي سامبل اند هولد سيركت.